حسام سرديان الصمود أمام محطة ضغط الغاز. نحن ما طلبنا واضحة وصريحة. عنا محضر جلسة دونيه نحن والمحطة ضغط الغاز من 2012. محضر الجلسة ينص فيه أنه كل ما يتم شغور في الشركة هذه يتم انتدابه مباشرة من أولاد المنطقة من هنا. والتدوينة الأخرى مع الشركة اللي يعني عندها برنامج في التنمية تضخ يعني أموال في تنمية المنطقة، لكن ما رأنا اللي الشركة هذية يعني قالت لك الورقة هذية بالله واشربوا ماه، ما عندهاش حتى نية في الانتداب وإلا في تعويض المتقاعدين. ونحن ما طالبنا واضحة وصريحة تشغيل ثم التشغيل ثم التشغيل والتنمية يعني تنمية المنطقة هذه. المطالب هي التشغيل والتنمية والتعويضات للأضرار الأراضي الفلاحية والمعنى والجسدية. أضرار هي حسب الأراضي هي المحيطة بهالسرقازة هذه متضو، معنى النمو النبتة ما يمشيش واحد وذية وما تنتجش، وثم أضرار هي جسدية اللي هي نسبة سقوط من 10% ل 70% سقوط سمعية فهمني من الضجيج الناتج في الليل. هذه حدها خبراء من المحكمة، يعني فما شكون متضررين مشي ثم شكون متضررين بخبراء وأطباء شرعيين من المحكمة من تونس فهمني، وعنا الوثائق ما يثبت هالشيء هذاي. وهما كيحددوا على كيلومتر على كيلومتر ونص على كيلومتر ونص معنا مربع على الشركة ذي حواز الشركة ذي هذوم الكل بارتو متضررين. معنا نحن الخطوة القادمة في التصعيد في تسكير الفانة في دخول للنساء وأطفال ومعناتها وتصعيد اللي ما ينتظروش هم. لكن هي منطقة عسكرية. منطقة عسكرية ما هيش ممنوعة. نحن هل نحن شعب ممنوع علينا باش نعيشوا؟ سامعونيش. نحن ما هوش ممنوع علينا باش نعيشوا. نحن تو ما فطرنيش لا ليل لا نهار. أطفالنا مش يبطلوا الدراسة. ولذا نحن ما طلبنا شرعية واعتصامنا مشروع ونطالبوا بالتشغيل والتنمية والتشغيل الفوري لأنهم قبل معنا بلفتونا. ما طالبنا التشغيل والتنمية. شغل الشباب، الشباب ضايع خلاص. شباب ميت ما عندوش ما يعمل حتى شيء. في ناس هنا تعبة، ناس ما عندها حتى شيء. بياتها ناس مرضى، ناس معناها ثم اللي معناها ما جاش بوي باش يداويه. في ناس حابس. والمنطقة اللي هنا معناها حتى الأرض هذه فكينا بالحيلة. بالحيلة فكينا. معناها حطوها كروة تعادت شارية. التصعيد مش نسكروا عليهم لين نبلغوا فهمت الامور هذه. اعطينا التشغيل واعطينا التنميه واعطينا التعويض نتاعنا من 2012 مشى على روحه التعويض. معناها كذبوا علينا ناس مشت عدت عند طبيب الشرعي ودفعت فهمت ولاد وفي الاخر قالك ما عندكش حق لان نحن ناس ضعفاء وناس ما عندناش شكون يتكلم علينا فهمت حقنا ضاع. المحامي زاد المخدر الغازات اللي خارجه من الغاز تضر حتى البدن تضر حتى الاذن ضرت الزر وهو نهزك شكون عنده كان مش ماشي هنا ما تلو حتى الغاز من الغاز مش عمل عليه بتعويض باش مش شكابي هو وحيد وعطى التعويض نتاعو. معناها السرقاز عطى التعويض نتاعو واليوم نحن كتشوفوا كيفاش نعرف المنطقه.